السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم طريقة التسجيل في جوجل، وذلك من خلال جهاز الموبايل. كل ما عليكم تعملونه تدخلون على موقع جوجل مثل ما هو مفتوح أمامي الآن، ثم الضغط على تسجيل الدخول. إذا كان عندكم حساب تدخلونه هنا، أو إذا تريدون إنشاء حساب جديد نضغط على تسجيل دخول باستخدام حساب مختلف، وبعد ذلك أكتب إضافة حساب. راح يعطيني هنا إذا عندي حساب آخر غير المسجل، لكن أنا أريد تسجيل حساب جديد، فراح أضغط على مزيد من الخيارات ثم إنشاء حساب. بعد ذلك ستفتح الصفحة التي فيها إدخال معلوماتي واختيار الاسم، فندخل مثلا عبد الله المطوع. وبعد ذلك هذه أصعب شيء، إن تجد إيميل ما حد خذها للحين، فنكتب مثلا عبد الله LLAH مطوع بعدين 2017 09. شهر يعني إنشاء كلمة مرور. وبعد ذلك لازم تاريخ الميلاد، مو شرط يعني يكون يعني حقيقي، بس أهم شيء أن تكونوا فوق 18 سنة. أعتقد بعدين رقم الهاتف، عنوان البريد، بريدك الحالي، المكان، المدينة، نضغط متابعة نشوف إذا في أشياء إلزامية راح يشتكي منها ويتطلب إدخالها. إذا ما اشتكى معناته الموضوع ماشي عنده. نشوف في شكوى هنا، الجنس ذكر، شوف يشتكي الحين. تم توافقون على بنود الخصوصية إذا تبون تقرونها، أو تضغطون موافق. بعدين أثبت ملكية حسابك، يحتاج إثبات الملكية من خلال مكالمة صوتية على تليفونكم، أو من خلال SMS، بس أحيانا تكون بعض الشركات مسوي بلوك على أنا ما توصلني مسجات، ما لي رسالة وتنقلني فيها الرقم. هذا المكالمة اللي وصلتني، أخذ المكالمة. سبعة ثلاثة ثمانية. نجاح، ونضغط متابعة، تم هذا الفيديو. إن شاء الله الفيديو القادم نكمل بقية الدرس إن شاء الله.